السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين أحلى متتبعين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان؟ كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد في القناة تحت الطلب ديالكم. بزاف 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 اللي كيسولوا عليا في الخاص، مالك علاش غبرتي ومالك فين مشيتي. المهم تقريبا 30 يوم دابا ما حطيت حتى شي فيديو من غير واحد زوج ديال اللايفات كنا درناهم في الاول ديال الشهر، اما ما تبقى باقي ما حطيت حتى شي فيديو مده 30 يوم هادي. المهم راني رجعت بقوه ان شاء الله، وكنقول للناس اللي دخلوا جداد مرحبا و100 الف مرحبا، والناس اللي ديجا كانوا في القناه حتى نتوما مرحبا و100 الف مرحبا. نبداو على بركه الله. بالنسبه للفيديو هاد ديجا موجده لكم فيديو ديال الكوبي ديال العطور اللي كيسون على الكوبي ديال العطور، وفيديو ديال لي غلوس الاوريجينال مع الكوبي بطبيعه الحال، والفرق بيناتهم، الفرق ما بين الاوريجينال والكوبي. ولكن هذا الفيديو هذا غنطرقوا ليه لواحد الموضوع اللي وليت كنلقاه مؤخرا، واخا وليت كنجاوب في التعليق كيطلعوا شي حشرات وشي شي كلاب كيبقاو يخليو. المهم كاين اللي كيتصل بالتليفون وكيقول لك مالكه ما تبقايش توري الفرق ما بين الاصلي والتقليد، بحال راه هما اللي كيتقداو ليا السلعه. كاين اللي تيقول المهم سمحوا لي بزاف البنات اللي ما باغيش يشوفوني هكايا غير خرجوا. المهم هذا الفيديو هذا درتو لهادوك بين قوسين شفاره، كما تنقول لهم انا ديما شفاره ونصابه اللي كيبيعوا الكوبي على الاسره والاوريجينال. غير خليكم بعد التعليق هنا يشوفوا التعليق من عند واحد 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 ذكي، واحد اللي عند باله راه ذكي. المهم مخلي ليا تعليق، مخلي ليا تعليق انا غادي نقراه معكم في نفس الوقت نخلي لكم السكرين. كاتب لي تبارك الله عليك، انا حاجه واحده اللي غنقول لك، واش الربح عندك في العادي ولا في الدوريجين ولا في اليوتيوب؟ رديت عليه انا كتبت لي عندي الربح في كل شيء. كتب لي اي والله يسهل عليك، حافظي على اسرار المهنه. هاد اسرار المهنه هي هاد الفيديو هذا اللي تكتب فيها التعليق هادو، الفيديو اللي كل الى عقلتو معايا ديال السوشوار، ديال الفرق ما بين الاصلي والتقليد، السوشوار جاك الفرق ما بين الاوريجينال والكوبي ديالو. كتبت لي انا المهنه ما فيهاش اسرار. كتب لي بلاتي. المهم انا غنخلي لكم هنا حيت هنايا عندي التعاليق هنايا مخربقين. انا نكمل لكم، عندي هنا التعاليق مخربقين حيت غير بقيت كنسكريني وكنصيفط الا مشى مسحوم ولا شي حاجه، حيت هاد السكرينات انا غادي نحتاجهم من بعد. انا غنقول لكم علاش غادي نحتاجهم، حيت اليوم مشيت في الصباح وخديت استشاره وكلشي باش تعرف راسك مع من كتلعب، يعني ما داك التهديد وداكشي انا ما غاديش تخلعني به. حيت كتب لي في واحد الميساج كتب لي الا جيتي انا ملي كنتقدى، راكم عارفين ملي كنتقدى، ولكن هو عند باله انا راه كنجي لكازا وكنتقدى من تماكينه. قال لي وغادي تجي وغادي نجي، شتي انا ما كنجيش ولكني غادي نجي ضدك، غادي نجي وديك الساعه وقف قدامي. الا نسميك راجل وقف قدامي، اقسم بالله تنخلط لك الالي مع الروتور. المهم قال لي مهم سمحوا لي البنات على هذه الطريقه دي، ولكن راه خاصني نهضر هكايا، انا كنضحك كنقشب وكل شيء، ولكن الحقره راه ما كيبغى حتى شي حد، راه كيف ما تبغيوهاش على ريوسكم حتى انا ما غاديش نقبلها على راسي. باش يدخل واحد قليل الادب وقليل الترابي وما حطاش لكم جميع السكرينات وبقى يكتب وكاتب ليا الا عاودتي حطيتي شي حاجه الفرق ما بين الاوريجينال والتقليد، انا غادي انا عندي وصحابي ولاد باب الحد وغادي نهضر معاهم، وديك الساعه غادي نشوف انتيا عندك فين عندك الربح، واش في الاصلي ولا في التقليد. وعاد مخلي ليا عاوتاني التعليق، غادي نخلي لكم هنا السكرينات. انا غادي منين غادي تجي لدرب عمر ديك الساعه غادي يحييك الله وتجي لدرب عمر ونفرجك، ما عادش غادي يوريني ساعة ساعة واقيلا ما عرفتش. المهم كنقول لك حاطه العنوان وحاطه رقم الهاتف وحاطه كلشي، علاش غتعي راسك وتجي حتى التعليق وتبدا تنبح؟ اجي عندي وفرجني، هادشي اللي كنعرف. واي شفار واي نصاب من الاحسن بلا ما يدخل يتفرج فيا، باش نقول لكم انا ما كنتهددش وما غاديش نحبس، وهاد الفيديوهات ديما غادي نبقى نحطهم، واللي كيتسني شي حاجه يجي يديها. والله القسم راه فراسكم راني جاوبت في التعليق وباقي ما بردش لي قلبي كنحشم نقول شي كلمه ماشي هي هذيك، حيت كاين واحد النوع اي غتجي شي وحده غتقول لي مالكه ما تهبطيش راسك لذاك المستوى، راه غادي نهبط راسي لذاك المستوى نعاود نرجع للمستوى اللي انا كاينه فيه. كنقول لكم الشفاره اللي كينصب على عباد الله ما يجيش يخلي لي شي تعليق نقدر نتابعك عليه، شي ديك هذا كيتسمى تهديد، باش تجي تقول لي نتايا تجي لدرب عمر
هذا كيتسمى تهديد، اقسم بالله كون بغيت نربيك عليه حتى نربيك عليه غير باش تكون عارف. راه مشيت اليوم في الصباح وخديت استشاره وكل شيء، نقدر نتابعك عليه غير باش، ولكن انا ما مسالياش، ولكن الا جيتيني وقصتيني حكيتي عليا بزاف اقسم بالله تنخلي كل شيء ونتفرغ لك انت بوحدك. يعني ما تجيش التعليق وتبقى تكتب لي هذه، ما تحطيش لينا الكوبي، ما تبينيش اسرار المهنه، واش شغل امك فيا؟ شغلك فيا، شغلك فيا، واش كتشري لي شي حاجه؟ كتشري لي شي حاجه قطعها، سير خدم على مخك. انا تيقول لك انا جمال، وجمال جمال على راسك الجمال. بعدا كاين اخر مره دخل وتخلي لي شي تعليق، ماشي هو هذاك. اخر مره، اخر مره دخل وتخلي شي تعليق. انا ما كنهضرش البنات على التعليق ديال، انا كنهضر على دوك اللي كيبقاو يخليو لك تعليق. مالكه ما تبقايش توري الفرق ما بين الاوريجينال والتقليد، مالكه ما تبقايش توري هذه وهذه، مالكه الا وريتي هذه وهذه غادي ندير لك، مالكه الا وريتي هذه هذه غادي نفعل لك. اللي كيعطيني شي حاجه يشدها عنده، اللي عجبو المحتوى يتفرج فيه، واللي ما عجبوش المحتوى ما يتفرجش فيه. دير لايك، دير ديزلايك لهلا يقلبك. انا ما تفرجش فيا اي شفار كيتابعني، من الاحسن ديزابونا ويخرج عليا، ما يبقاش يتفرج فيا. اللي باغي المعقول، اللي باغي الفرق ما بين الاوريجينال والتقليد، مرحبا بها تبقى. اللي بيع وشري وما باغيش هادشي يبان، ما يديزابونا ويخرج، ما يبقاش يتفرج فيا كاع، حيت هاد التعليق هذا غير ديال البياع والشرايه فقط، وماشي حتى شي بياع وشري. بيع وشري بعدا كان غادي يعجبو الحال، وغادي شحال من واحد انا كنعرفهم كيبيعوا كيشريو منتوجات التجميل وكيعجبهم الحال، كيعجبهم هاد المحتوى هذا، وكيقولوا لي برافو عليك مزيان، بالعكس حنا حتى حنا كنستافدوا منك، حتى حنا كنستافدوا معاك. انا براسي راه حتى لحد الان عاد وليت شحال من حاجه كنعرف، يعني كنعرف حاجه غير كنهزها في يديا كنعرفها واش الكوبي ولا ماشي الكوبي. يعني رسالة الشفارة والنصابة اللي كيضحكوا على عباد الله، دابا هذا باش تقاس يقدر تكون مشات عنده شي وحده، حيت راه انا دخلت الفيديو ديال السوشوار بزاف ديال البنات اللي تقولوا خلاوا في التعاليق. شحال وحده كتدخل كتقول لي مليكه راني مشيت خديته ولقيته كوبي ورجعت لعند مولاه وعطيته ليه باش يرد لي اما فلوسي ولا يجيب لي الاوريجينال. وكاين شي وحده اللي كيساليو معايا تيقولوا لهم لا راه ما عرفناش حنا راه فيه الكوبي والاوريجينال، داكشي علاش ما عرفناش. صافي انا غادي نقلب لك على الاوريجينال، واش انت اللي كتبيع ما عرفتي انا راه فيه الكوبي وفيه الاصل وفيه التقليد. المهم هاد السيد هذا حيت ديجا قلتها لي انا، قلت لك تسنى الفيديو نهار اثنين ان شاء الله غادي نحطوها وتصنت ليه وميز هضرتي مزيان بغيتي لهنا وراحت البال، ما تبقاش تجي تكتب تعليق كتب لي بغيتي. ولكن داك التهديد انا ما كنخافش من شي حاجه سميتها تهديد، هبط لتحت تكتب لي غادي تكتب، ولكن غادي تطلع لي قرضة للراس غادي نمشي نتابعك غير باش تكون عارف. يعني ما انا راه راجلي وما تيقولش لي حطي هادي وما تحطيش هادي وحطي هادي وما تحطيش هادي، تيقول لي حطي اللي بغيتي. بغيتي تقولي الفرق ما بين الاصل والتقليد وريه، والحمد لله معروفين بهاد القضيه هادي. باش غادي تقول لي غادي نمشي نهضر مع ولاد باب الحد ولا ولاد باب الخميس ولا ولاد باب السبت، هضر مع من ما بغيتي، يعني ما تخاف من حتى شي حد غير باش تكون عارف. تقدر تشوفني هكا في الفيديو نبان لك راه في الفيديو راني كنتعامل مع الناس نقيقين، كنتعامل مع الناس زويونين، كنتعامل مع واحد الناس اللي ديجا كيقول لي مالكه شاركي معنا وشاركي معنا وشاركي معنا. اما تجي عندي فاس وتقول لي شي تهديد اقسم بالله ما نعقل عليك غير باش تكون عارف. لا نبان لك هكا يا عند بالك راه ما نعرف شنو. مهم غير يعرف راسك مع من كتهضر، الا كنتي كتهضر مع دوك العيالات اللي ماشي نورمال ولا شي حاجه، ولا غادي تجي لعند شي وحده وغادي تخاف منك، انا راه ما كيخلعونيش اللي فحالك، بالعكس ضد فيك عاد غادي نحط الفيديوهات، الله يجعلني ما نربح فيهم حتى درهم، ضد فيك عاد غادي نحط الفرق ما بين الاصل والتقليد. وترقبوا بعد الان ان شاء الله ابتداء من هذا اليوم من هنا القدام ان شاء الله فيما كان شي كوبي ولا شي اوريجينال غنقلب على الكوبي ديالها او اقلب على الاصليه ديالها ونحطها لكم بزوج وباتمينه ديال هرس دقدق. يلا واللي ما عجبوش الحال يشوف اقرب حيط ويخشي فيه راسه باش نوريك مالكه شنو كتسوى. باز والله القسم لو كان شدوك التعليق اي غادي تجيو عندي في التعليق وتقول لي مالكه ما تديش عليه ومالكه حشومه ومالكه علاش كتهضري بهذه الطريقه. ولكن البنات راني ديجا قلتها لكم والبنات اللي تواصلوا معايا في الخاص راه قلت لكم انا ضروري خاصني نجاوبو ربي كبير، ضروري خاصني نجاوبو حيت بحال هاد الحشرات ما خاصهمش يطاولوا عليا يعني بتاتا بتاتا. باش ما جا خاص ضروري نادبو ونربيه
كتبيع الكوبي سير تخشاو شفر عباد الله، ملي كتبيع انت الكوبي ما باغيش اللي يحط لك الاوريجينال تخشاو بقى تشفر عباد الله. ولكن راه شحال ما بقاو الكليان غيعرفوا الفرق ما بين الاصلي والتقليد. ويحييك الله وليدي، وتبقى ان شاء الله هاد القناه وما كاين لك غير كيف ما قلتها لك، قلت لك اقسم بالله حتى غادي نعسركم من هنا للقدام، وان شاء الله من هنا للقدام ما كاين غير الفرق ما بين الكوبي والتقليد. يلا ونزيدك، وكاتب ليا فين عندك الربح، واش عندك في اليوتيوب ولا عندك في البيع والشراء ولا عندك في الكوبي. عندي الربح في اليوتيوب، وعندي الربح في البيع والشراء، وعندي الربح في الاصلي والتقليد، وعندي الربح الحمد لله كنكسب كليان. يلا ونزيد هذه زيدها، وعاد خدامه يعني خدامه الحمد لله وبخير. وتفرقع يلا خويا فراسك ما نعرف شنو شعل فيك العافيه. شد العقليه هذه سبحان الله العظيم، كاين قنوات بزاف اقسم بالله ما كندخل نخلي لهم شي تعليق ماشي هو هذاك والله. الا كاين قنوات كيحط لك منتوج كيكون غير الكوبي تيحطو لك هكايا وتنشوفو وتنعرفو راه كوبي، والله ما نقدر نهبط لعندو التعليق ونقول ليه هذاك راه غير دوزيام صافي، تنقول صافي ربي يخلصو، كل واحد كيخلصو بعلى قد نيتو. المهم كنقول لكم السلام عليكم، وندوز دابا نصور لكم فيديوهات واحد اخرين ديجا حاطه لكم هنايا العطور اللي كيسون على الكوبي، غنحط لكم من مور هذا الفيديو هذا ان شاء الله. يلا السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.